بارك الله ما شاء الله. شلفن شلفن يا ابو كيان، لذيذه لذيذه ما شاء الله تبارك الله، لذيذ جدا جدا لذيذ والله. ما كراي يلا، عمرك ما مدحت يا والله، عمرك ما تمدح، ما بدا اعطبك على وجهك الحين واسد عينك. كنا ناقصه ملح يا نوري، اكل حطها في الهمك بعدين احكم. بس من الشكل انا اشوف انه ناقصه ملح. الظاهر تتذوق من اصابيعك. لا ينفع يوم العيد هذي يا شباب تدلعون. نوري اشوف كيف الملح؟ بصراحه ما فيه ملح، ما في ضقته ولا بعد. من الشكل؟ من الشكل ما فيه ما شاء الله عندك فان ما شاء الله. لا ما فيه. لا تستشر عني، تعود من ابليس يا ابو كيان، خليه يتعشى. خلنا نمدح انا ننظر ما شاء الله تبارك الله على ميزان الملح. طيب ميزان. لا ابو خلنا نتعشى ابو كيان، تعوذ من ابليس ابو كيان. خلنا لا باك خلنا ناكل شوي. لا تتكلم لا تتكلم، خلنا ناكل بعدين تحج. انت والله واحد ما يقعد ياكل لا في السفره ولا في مجلس. احش ناكل الحين، اقول لي ايش ناكل؟ مالي مالي مالي، امورك طيبه امورك طيبه. في داخل في الثلاجه في سمحت جيب الزبده، جيب الزبده وناكل. اي راح اجيب الزبده وجيب له. تبي ليمون ولا ليمون بعد؟ قلبك كبير قلبك كبير قلبك. جيب ليمون عشان تدخل. يلا جيب الزبده ان شاء الله. يلا هذا الليمون ابو كيان اللي تبيه. هذا الليمون حبيبي حبيبي حبيبي. ولد الزبده صب لنا شوي. امسك امسك افتح افتح. طبعا ذا ابو كيان ما شاء الله ذويق في الاكل. ابو كيان جاب لنا اليوم ليمون غير شكل، الليمون ذا اللي يحطونه في الشمس 200 سنه. كم سنه يحطونه؟ ذا مال العام. ايه مال العام، مال العام اللي يبطي يكون احسن من السنه. ايه لازم تضربه شمس، تضربه الشمس الليمون يستوي شكله كذا. ايوه ملح يصير طعمه طيب يا جماعه الخير، جدا جدا طيب ما شاء الله تبارك الله. تسلم يدينك يا ابو كيان، الذ هريسه اكلت بحياتي. انا ما مره اكلت مثلها. لا ما مره اكلت مثلها. الوالده ما عمرها سوت زي كذا. ذي انطى إيه؟ امي ما تعرف تسوي هريسه يا ام رهيضه. امي ما تعرف تسوي. صدق حتى امي ما تعرف. اطلق هريسه اليوم. اي والله صحيح صحيح. هذا اخر كلام. ابو كيان نبي وصفه الهريسه عشان اخلي الوالده تتعلم منك. بعد شوي خلينا نتعشى بعدين. ان شاء الله. لا تعشى خلينا نتعشى. ان شاء الله خلينا. لا تكثر.